وصية كأب إلى أبنائه وبناته من الأزواج والزوجات: أمان عليكم أنا ومنكم أمانة، وتعاهدوني عهدا ألا يبيت زوج غاضب من زوجته ولا زوجة غاضبة من زوجها. خلاص، يعني ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود، التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه فصافحته وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة. الرسول يؤكدها 3 مرات. يعني الكرامة لما بتنتفخ بتاعتنا ده مرض. لا، عزة النفس والكرامة ليس بين الزوج والزوجة. يا أخي الكريم، إن أغضبتها فارجع. يعني بارك الله فيك، الرجل في مدينة أوروبية من السنة الماضية، في بعد انتهى المحاضرة قال: يا شيخ عمر الله يسامحك، السنة الماضية جيت وقلت لنا محاضرة، قلت فيها إيه لما تصبح الصبح تعمل القهوة أو الشاي اللي بتحبها الزوجة، وجنبها السندويتش كده حطهم في صينية، وتعالى في السرير كده قول لها: خد يا أبو فلان افطر اليوم. قال: أنا قلت أطبق كلام الشيخ عمر. راح عمل الرجل الشاي واللي بتحبه ووضع لها وحطه في الصينية وأيقظها بهدوء: قوم يا حبيبتي، إيه كلي. أول فتحت أنا: أنت إيه المصيبة اللي عاملها بالضبط بحيث أنت بتغطيها؟ لا إله إلا الله. قلت: الله يسامحك يا شيخ عمر، قلت: أنا أنت بدي علي رجل الله يرضى عليك. المهم، فنحن سبحان الله لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. خلوا بالكم، أنا لما أخصم زوجتي 3 أيام أو زوجتي تخصمني 3 أيام، اليوم الرابع خلوا بالكم يأمر الله ملك الحسنات ألا يكتب لأحدهما حسنة حتى يصطلح. حد يحب ملك الحسنات يتوقع، وإن صلى وصام، وإن صلت وصامت، قطيعة الرحم أولها ما بين الزوج والزوجة. خلاص، يبقى إذن المسألة إن يعني لا يبيت إلا وهو راضي، ولا تبيت إلا وراضي، بكلمة طيبة. خلاص يا أخي، نقلب الصفحة والله يرضى عنكم. لا داعي للعتاب، لأننا كمسلمين وعرب لا نجيد فن العتاب. نيجي نتعاتب مع بعض، نرجع إلى المصيبة من أولها. يتعاتبوا في مسألة بسيطة، تقول له: يا رجل أنا قلت لك وأنت جاي عدي مر على السوبر ماركت هات لنا كذا، أنا ما غلطتش في شيء. ولا أنت فاكرة من 37 سنة لما رحت خطبتك وأمك الله يرحمها لا يحمل لا إله إلا الأم ما أتت يذكر، شوف عنده زهايمر في كل شيء إلا في إيه؟ إلا في السيئات، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الرجل راح لصديقه يحتفله بيقول له: خير عندك مناسبة إيه؟ قال له: مناسبة أن أنا تزوجت من 60 سنة. قال له: ما شاء الله، وعامل إيه؟ قال: أنا بس عامل كده حفلة شاي بهذه المناسبة. قال: والله ده عجيبة، رجل 60 سنة والله ما شاء الله عليه. المهم راح يشاركه في هذه المناسبة، فلقي صاحب البيت المتزوج من 60 سنة ينادي على زوجته: يا زهرتي، يا وردتي، يا بسمتي. قال: يا سلام، ايه ده، ايه الرومانسية اللي رجل في هذه 60؟ قالوا: انت 60 سنة وانت تناديها بهذه الالقاب؟ قال له: يا راجل انا نسيت اسمها، سبحان الله ونسي سبحان الله. فقعد يقول لها: يا بسمتي، يا حلوتي، يا وردتي، سبحان الله لا إله. فونسي عيني مسكين، لا حول ولا قوة. لا، أنا عايزك الله يرضى عليه، الزهايمر يصيبك في كل شيء إلا في أم العيال. خلاص. وإحنا المصيبة المصيبة لسه بالأمس عند إخوانكم في بريشة كنت بقول أن سبحان الله العظيم، نحن ربينا بناتنا على أن هي عورة، واسمها عورة، واسم وصوتها عورة، واسم امها عوره، لغايه ما هي بقت عوره عيني مسكينه. لا، ومعنى لا صوتها عوره ولا اسمها عوره. وبعدين اي عربي، اي عربي مسلم يقول: انا هجي لك يا شيخ المكتب او البيت. اهلا وسهلا، انا جاي انا والجماعه. جماعه مين؟ انت تبع جماعه التبليغ والدعوه ولا جماعه؟ يقول: لا يا شيخ، انا والاهل. اقول له: اه، يعني انت وعمك وخالك وبنت عمك وبنت خالك؟ يقول لي: يا شيخ انا جاي وانا ام الاولاد. هي ام الاولاد ملهاش اسم، هي أم الأولاد دي ملهاش اسم. الله. أنا أقول دائم: هل قال الله في سورة مريم قال يا أم عيسى؟ ها؟ ولا ماذا قال الله لمريم؟ ها؟ قال يا مريم، صح ولا لا؟ صح؟
هل سمعت الرسول مرة يقول لخديجة يا أم زينب يا أم فاطمة؟ ولا ماذا كان يقول لها؟ يا خديجة. يعني اسمها مش عورة. طب لماذا حولناها لعورة؟ يا أخي تلفظ باسم الزوجة لأنها تحب هذا الاسم، هي تحب هذا الاسم، تحب اسمها الذي سمته أمها أو أبوها من قبل، فهي تحب هذا الاسم.